السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم على خير وبخير، وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله وصفه جديده. بالنسبه لهذه الوصفه هذه كتساعدنا على التخلص من جميع مشاكل البشره، فهي كتحارب لنا التجاعيد والخطوط الرقيقه، وكذلك ازاله الكلف والبقع الداكنه والتصبغات واثار ديال الحبوب. ومكونات نتاعها متوفرين في كل بيت. كنتمنى انكم تتبعوا هذا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على هذه الوصفه وطريقه الاستعمال ديالها. بالنسبة للمكون الرئيسي فهو التمر. كما كتعرفوا أن التمر عنده فوائد كثيرة، فهو غني بالمعادن والفيتامينات ومفيد للوجه، وكذلك كيساعدنا على التخلص من البقع الداكنة وإزالة الكلف. اول حاجه غادي نديروها، غادي ناخذ التمر وغادي نحيدوا له العظم ديالو، وغادي نخليو غير داك اللب ديال التمر، غادي نحيدوا له حتى القشره الفوقانيه، يعني غادي نخليو غير الجهه الرطبه اللي كتكون في التمر. وبالنسبه للعظام ديال التمر اللي حيدت ما غاديش نرميهم، غادي نخليهم حتى ندير بهم وصفه اخرى، غادي نحتفظ بهم وغنجمعهم حتى ندير بهم وصفه اخرى. صافي، هنايا من بعد ما حيدت له داك العظم ديالو وداك القشره الفوقانيه، غادي نجيب واحد الفرشيطه وغادي نمعصو بالفرشيطه كما كتشوفوا، حتى غادي نحصل على واحد المعجون ديال التمر. ومن بعد غادي نزيد عليه المكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه هذه. صافي، هنايا من بعد ما ضعقتو مزيان كما كتشوفوا، غادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال ماء الورد. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه من ماء الورد يمكن لكم تعوضوه بماء ديال الخيار او الحليب. صافي، هنايا كنخلط التمر مع ماء الورد، كنخلطهم مزيان حتى كنحصل على واحد الخليط متجانس. وكما قلت لكم اللي عنده بشرة جافة او عنده حساسية من ماء الورد يمكن لكم تعوضوه بعصير ديال الخيار او الحليب كامل الدسم، على حسب البشرة ديال كل واحد. هنا انا زدت قطرات من ماء الورد. بالنسبة لهذه الوصفة هذه راه رائعة البنات، غير جربوها وداوموا عليها غادي تلقاو النتيجة. صافي، هنايا من بعد ما خلطتهم مزيان وحصلت على هذا الخليط ديال التمر، غادي نضيف المكونات الاخرين لهذا الخليط ديال التمر. غادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال المايزينا او نشا الذره، واللي ما كيتوفرش على مايزينا يمكن لكم تضيفوا غير الدقيق الابيض. بالنسبه للمايزينا كما كتعرفوا انها كتوحد لنا اللون ديال البشره وكتعطينا واحد النضاره وكتبيض لنا البشره ديالنا وكترطبها. وكذلك غادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال دقيق الشوفان، واللي ما كيتوفرش على الشوفان كذلك يمكن لكم تعوضوه بدقيق ديال الحمص. غادي نخلطهم مزيان البنات كما كتشوفوا، غادي ندهقو حتى غادي نحصل على واحد الكريمه.
جيت تماورت غادي نزيدو هانتوما هنا حتى كنحصل على هذا الخليط اللي كيجي على هذا الشكل هذا وضروري خاصنا نديرو هاد الماسك هذا على بشرة تكون نقية ونظيفة، سواء نديرو لها مقشير أو نغسلوها غير بالماء والصابون. أي ماسك بغينا نديروه على وجهنا ضروري خاص تكون عندنا بشرة نقية. غادي ناخدو واحد الكمية وغادي نوزعوها على البشرة تاعنا، على وجهنا وعلى الرقبة تاعنا وكذلك اليدين تاعنا، وغادي نخليوها واحد ربع ساعة على ما تنشفلنا. بالنسبة لهاد الوصفة هادي غادي نصايبوها 3 مرات في الأسبوع. ضروري خصنا أي وصفة يعني غنديروها خصنا نداوموها باش كنحصلو على واحد النتيجة، ما نديروهاش غير مرة أو جوج ومن بعد صافي ما تعطيناش النتيجة يعني وما نبقاوش نديروها. بالعكس خصنا نداومو أي وصفة طبيعية، خصها يعني خصها المداومة. وغادي تلاحظوا الفرق من أول استعمال، صافي. من بعد ما كدوز واحد ربع ساعه وكنلاحظوا بانها نشفات على البشره نتاعنا، كندير واحد العمليه دائريه على البشره، ومن بعد كنغسلوا الوجه نتاعنا بالماء دافي، ومن بعد كذلك كنغسلوه بالماء بارد، وكندهنوا الوجه نتاعنا باي كريم كتستعملوا او دهنوه غير بزيت اللوز، فهي زوينه حتى هي وكتعطي واحد النضاره للبشره وكتساعدنا على التخلص من جفاف ديال البشره. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه لانها وصفه زوينه وفعاله وعندها نتيجه صراحه زوينه. وهنا من بعد ما غسلت يديا كما كتلاحظوا كيبان الفرق من اول استعمال. ضروري خاص المداومه، اي وصفه خاص المداومه باش كتعطينا واحد النتيجه. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسونيش باللايكات والاشتراكات نتاعكم باش توصلوا دائما بالجديد، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.